السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد من فيديوهاتنا في Applied Medical Statistics. فيديو اليوم هنتكلم فيه عن استخدام Logistic Regression as a Diagnostic or Predictive Tool، Diagnostic Tool، تمام؟ وإزاي نعرض الكلام ده في شكل نوموجرام. الفيديو ده يعني مختلف شوية عن الفيديوهات الأخرى، من أول نقطة إن هو غير موجود في الكتاب اللي هو Applied Medical Statistics for Beginners الطبعة التانية. النقطة التانية إنه بيربط أكتر من موضوع مع بعض، يعني بيربط logistic regression موضوع الـ diagnostic tools أو الـ diagnostic tests والـ sensitivity والـ specificity والـ ROC curve، وأخيرا بيدخل معانا موضوع جديد ألا وهو النوموجرام. النوموجرام بنعرض فيه الـ logistic regression في شكل جراف بشكل معين بحيث نقدر نحسب منه الـ probability of occurrence of the event. هنتكلم مع بعض، هنشوف مع بعض بالتفصيل الحاجات دي يعني إيه. حابب بس انوه ان علشان نقدر نستوعب الفيديو ده كويس لازم يكون عندنا فكره عن اللوجيستيك ريجريشن، وده شرحناه في الفيديوهات اللي قبل ده، وعن السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي دايجنوستيك تيستس والروك كيرف، وده شرحناه في الفيديو السابق لهذا الفيديو. اول نقطه نبدا بيها هي كالاتي، ان احنا لما بنيجي نعمل لوجيستيك ريجريشن، اللوجيستيك ريجريشن بيدينا البروبابيليتي اوف ذا اوكيرنس اوف ذا اوتكم. احنا قلنا ان اللوجيستيك ريجريشن الاوتكم بتاعنا بيكون باينري، يعني يس اللي هي بنديها كود 1 او نو اللي هي بنديها كود 0. واللوجيستيك ريجريشن بيقول لي ايه البروبابيليتي ان مثلا الشخص ده اللي عمره كذا، السكس بتاعه كذا، البي ام اي بتاعته كذا الى اخره، الحاجات اللي داخله معانا في الموديل، ايه البروبابيلتي بتاعته ان هو يكون عنده الاوتكم اللي احنا انترستد بيه. وقلنا ان هذه البروبابيلتي تتراوح من 0 الى 1، 0 الى 1، تمام، لان البروبابيلتي من 0% الى 100%. واحنا بنعمل اللوجيستيك ريجريشن نقدر نحصل على هذه البروبابيلتي، تمام. يعني احنا بنقول لكل شخص عندنا في الداتا احسب لي البريدكتد probability ان هو يكون عنده الاوتكم بتاعنا. فهنيجي هنا في save logistic regression، واحنا بنعمل logistic regression هنا ده عندنا الاوتكم having heart disease، ودي البريدكتورز، ثلاثه predictors ده عندنا. بنيجي عند save هنا ونقول له في البريدكتد فاليوز اديني البريدكتد probability، فهيقول لي اديني ارقام مثلا 0.3 0.7 0.9، هيديني ارقام زي كده لكل شخص عندي في الداتا بحيث ان هو يقول لي ايه احتماليه الايفنت او الاوتكم ان هو يكون موجود عند هذا الشخص. مش بس كده، عندنا كمان حاجه اسمها جروب ممبرشيب. يعني ايه جروب ممبرشيب؟ هنا عطاني البروبابيليتي، لكن انا ممكن اقول له هل هذا الشخص هيكون عنده المرض او لا، يعني اديني النتيجه في شكل باينري، في شكل يس ونو. فعلشان يديني النتيجه في شكل يس ونو بيروح واخد كات اوف بوينت. كات اوف بوينت باي ديفولت بتكون 0.5، فالشخص اللي البروبابيلتي بتاعته هتعدي ال 50% ال 0.5 هيعتبروه في الناس اللي هيكون عندهم المرض، واقل من 50% هيعتبروا من الناس اللي ما عندهمش المرض، تمام. تاني، اللوجيستيك ريجريشن اقدر اطلع منه البروبابيلتي اوف هافينج الايفنت، وهذه البروبابيلتي كونتينوس فاريبل يتراوح من صفر وينتهي عند واحد. لو انا عايز البرنامج يقسم لي الناس الى مجموعه هيكون عندهم الايفنت او يتوقع او we are predicting ان يكون عندهم الاوتكم او الايفنت او الكومبليكيشن او وات ايفر الديزيز اللي احنا بندرسه، تمام، في الحاله دي الديفولت كات اوف بوينت هتكون 0.5، وهيقسم لي الناس لناس عندهم المرض وناس ما عندهمش المرض، ودي هتكون البريدكتد جروب بتاع الشخص. انا عندي observed جروب، انا عندي داتا بتقول لي الشخص ده عنده هارت ديزيز ولا لا، وبناء على النتيجه بتاعت اللوجيستيك ريجريشن والبريدكتد فاليو اللي طلعت هيديني يقول لي اذا كان هذا الشخص predicted to be in the heart disease group ولا لا. فهيديني حاجه اسمها جروب ممبرشيب، تعالوا نشوفها سوا. اول حاجه هنا لما انا عملت له سيف، لما اخترت الاوبشنز دي الاقي اعطاني الاتي هنا، دي البريدكتد بروبابيليتي اللي اتكلمنا عليها هنا مثلا 0.15 0.79 الى اخره.
وجه البريدكتد جروب حسب ال 0.5، اللي اكتر من 0.5 هيعتبر ان الديزيز موجود في هارت ديزيز، اقل من 0.5 هيعتبر نو ديزيز. فاول شخص 0.15 قال ما عندوش المرض لانه اقل من 0.5، هنا 0.6 قال عنده المرض، هنا 0.79 عنده المرض، الباقي ايه؟ ما عندوش، كل لان كل دول اقل من 0.5، هنلاقي هنا عندنا 0.63 عنده المرض. تمام؟ يبقى ده البروبابيليتي، وده الجروب اللي هي باينري، عنده المرض ولا ما عندوش. تمام؟ طيب ده معناه ايه؟ ده معناه بشكل ما اني ممكن استخدم المعادله بتاعه اللوجيستيك ريجريشن علشان احسب البروبابيليتي، ومن هذه البروبابيليتي اقدر احسب الجروب ممبرشيب. هنا الكات اوف بوينت هي 0.5، بس انا ممكن اقول اني مش عايز الكات اوف بوينت تكون 0.5، ممكن اكون عايز الكات اوف بوينت مختلفه عن دي. شايفين هنا مكتوب الكات اوف فاليو هنا 0.5، وبالمناسبه بيطلع عندي حاجه اسمها كلاسيفيكيشن تيبل. كلاسيفيكيشن تيبل ده بيعرض ليا ايه؟ بيعرض ليا الاوبزيرفد جروب، يعني الداتا بتاعت الناس، مين في الهارت ديزيز جروب عنده هارت ديزيز ومين ما عندوش هارت ديزيز. وبيجي هنا بيديني البريدكتد جروب بناء على الجروب ممبر شيب اللي هو عرضها، بيقول لي مين عنده predicted to have heart disease ومين ما عندوش. فالنونو الجزء ده لما نقسمه على التوتال اللي ما عندهمش heart disease هيديني ال specificity، واليس يس لما اقسمه على التوتال اللي عندهم heart disease هيديني ال sensitivity. ممكن نرجع للمحاضرة بتاعت ال sensitivity وال specificity علشان نشوف او نراجع المفاهيم. تمام؟ فهنا الموديل اللي اتعمل باستخدام الكت اوف بوينت 0.5 هيديني سبيسيفيسيتي 84% وسنسيتيفيتي تقريبا 47%، 85% و47%. ده عفوا 85 هنا لما نقربها تبقى 85% وهنا هتبقى 46%. تمام كده؟ ممكن يجي حد يقول لا 46% سنسيتيفيتي دي مش حلوة، انا عايز سنسيتيفيتي اعلى من كده. طيب عايز سنسيتيفيتي اعلى من كده معناها انك محتاج تغير الكات اوف بوينت، ال 0.5 اللي هنا دي معناها ان احنا عايزين نغيرها. بعباره اخرى سي مثلا لو اخذنا كات اوف بوينت 0.7 هنقول له ان اللي اكتر من 0.7 هنقول ان عنده الديزيز، واللي تحت ال 0.7 في البريدكتد فاليو هنقول نو ديزيز. هو الوهله الاولى يبدو الحاجات الغريبه شويه، يعني ايه علاقه اللوجيستيك ريجريشن بالرو كيرف بالدايجنوستيك، لكن هكذا بنربطها مع بعض. اتكلمنا في المحاضره بتاعت الرو كيرف عن ان احنا بنستخدم الرو كيرف علشان نطلع الكات اوف بوينت، وبالتالي لما انا اعمل الكات لما استخدم رو كيرف باستخدام البريدكتد فاليو، استخدام البريدكتد فاليو اللي هي طالعه ليا اللي بتتراوح من 0.0 اللي هي 0 الى 1.0، هيديني كل الفاليوز المحتمله ما بين 0 وال1 اللي عندي، وكل واحد وكل فاليو منها كل كات اوف بوينت منها هيديني السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعتها حسب انا عايز هاير سنسيتيفيتي او هاير سبيسيفيسيتي، والكلام ده اتكلمنا عليه في المحاضره بتاعت الروك كيرف تفصيلا. مش بس كده، انا ممكن كمان زي ما هنشوف بعد شويه اقارن ما بين اتنين روك كيرفز. هنجيبهم منين؟ هنتكلم بعد شويه. هنا شكل الايه النتيجه بتاعت الروك كيرف دي، الكات اوف بوينتس كل كات اوف بوينت زي ما قلنا، وهنا علشان النتيجه دي جايبينها من الاس بي اس من الاس بي اس اس بيديني سنسيتيفيتي 1 ماينس سبيسيفيسيتي. اتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في محاضرة روكر السابقة. وبالتالي لو عندي الكات اوف بوينت 0.11 هنا هيكون عندي السنسيتيفيتي تقريبا 97%، بينما السبيسيفيسيتي هنقول 1 ماينس الرقم ده هيديني مثلا يعني هنا تقريبا حاجة زي 26% او حاجة زي كده. اوكي؟ وهكذا.
كل ما نتحرك مع الكات اوف بوينتس هنلاقي السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بيتغيروا عكس بعض. الاوبتيمم كات اوف بوينت باعتبار السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي زي بعض، مفيش فرق بينهم، قلنا ممكن نستخدم حاجه اسمها يودن اندكس، ودي موجوده في ميد كالك، موجوده في الاصدارات الحديثه للاس بي اس اس. ده هيقول لي والله اعلى كات اوف بوينت باعلى مجموع سنسيتيفيتي وسبيسيفيسيتي هي الكات اوف بوينت الفلانيه. فهنا على سبيل المثال قال لي 0.265، ودي هتديني سنسيتيفيتي 88.6 من 10 وسبيسيفيسيتي 66.2 من 10. انا ممكن برضو اكون محتاج كات اوف بوينت مختلف، ممكن اكون محتاج سنسيتيفيتي اعلى، ممكن اكون محتاج سبيسيفيسيتي اعلى، حسب انا هستخدم اللوجيستيك ريجريشن موديل ده علشان اشخص ايه. مش بس كده، زي ما قلنا ممكن اقارن ما بين تو موديلز. سي مثلا عندي موديل 1 ده فيه مثلا 5 variables، وعندي موديل 2 ده فيه 3 variables، فانا عايز اشوف هل هناك فرق ما بينهم ولا لا. يعني هل الموديل اللي فيه 5 variables احسن من الموديل اللي فيه 3 variables، ولا الاثنين شبيهين ببعض مش فارقين؟ تمام. فواحده من الحاجات اني اشوف الاي يو سي الاريا اندر ذا كير، عندي هنا 0.75 وعندي هنا 0.8. تمام. ولو عايز اشوف بي فاليو قارن لي ما بينهم، في عندنا تيست بيقارن ما بينهم على ميد كالك وبيقول لي ان مفيش فرق ما بين الاثنين. وبعدين انا برضو ممكن اشوف كده الكيرفين لحد ما قريبين من بعض بهذا الشكل، في اوفرلاب كبير هنا اوفرلاب كبير هنا. فبشكل ما انا هنا قلت ان مفيش فرق ما بين موديل 1 وموديل 2، فانا ممكن استخدم الموديل اللي عدد الفاريبلز فيه اقل. طيب الموديل ده هستخدمه ازاي؟ يعني هعمل هطبقه ازاي؟ المفروض ان اللوجيستيك ريجريشن بيديني معادله. المعادله دي اتكلمنا عنها في الاول في بدايه اللوجيستيك ريجريشن، ان بنقول لوج بي على 1 ماينس بي هيدينا الكلام ده كله. طيب لو انا عايز بي اللي هي البروبابيليتي اوف هافينج الاوتكم اللي احنا بنتكلم عليه، هنلاقي دي المعادله بتاعتها. تمام. هي اكسبوننشال 1 بلس اكسبوننشال وكلام زي كده. فالمعادله دي علشان الواحد يحسبها بالكالكوليتر صعبه شويتين، فاما ان هي تكون امبيدد، يعني حد يبرمجها جوه اكسل شيت بحيث ان الواحد مثلا فور اكزامبل او سوفت وير صغير كده، الواحد يدخل المعطيات بتاعه المريض يحسب ليها بالمعادله ويديني البروبابيليتي هتساوي الرقم الفلاني. تمام. طيب ده قد لا يكون متاح احيانا، قد لا يكون متاح اني احسب بالكلام ده كله، على عكس اللينير ريجريشن اللي انا محتاج ضرب وجمع وخلاص على كده ممكن احسبه بسهوله اكتر من اللوجيستيك ريجريشن. فقال والله احنا ممكن نستخدم اداه، هذه الأداة اسمها نوموجرام. نوموجرام هي رسم هنشوفه دلوقتي. الرسمة دي هشوف والله لكل بيشنت عندي القيم بتاعته كام، وبناء عليها أجمعها وأقدر أحسب البروبابيلتي بتاعته كام. إذا النوموجرام بنعمله أو هو جرافيكال ريبريزنتيشن للبريدكتيف أو دايجنوستيك موديل اللي إحنا بنتكلم عليه. أنا بعمله باستخدام برنامج ستاتا، في ناس ممكن بتعمله باستخدام برنامج آر. هو على ستاتا سهل، هنشوف مع بعض بيتعمل ازاي. بنستخدم ليه نيو باكج اسمها نومولوج. نومولوج بنقول فايند ات نومولوج ونعمل لها انستول. بعمل ايه؟ بعمل اللوجيستيك ريجريشن وبعد كده بكتب بس كلمه نومولوج، هيديني اوتوماتيكالي نوموجرام. او لو انا عايز اغير في شكل النوموجرام والاوبشنز بتاعته شكل الجراف يعني، بس بستخدم دي بي نومولوج دي بي نومولوج، وبقدر اتحكم منه في شكل النوموجرام، بيديني النوموجرام ولكن مع اوبشنز للتحكم فيه. النوموجرام بيكون شكله كالاتي، البريدكتورز بتوعي بيكونوا موجودين هنا، ادي الايدج وادي الجندر وادي مثلا في او2 ماكس. اوكي.
الفي او 2 ماكس حاجه ليها علاقه بالاكسجين، بس ما علينا هي ايه، المهم انها حاجه معينه بستخدمها علشان اشوف كفاءه التنفس والقلب والحاجات دي. المهم بصرف النظر هي ايه، احنا بنتكلم احصاء مش بنتكلم ميديسن دلوقتي. طيب ايه هي الحاجه اللي انا بدرس اللي بحاول اشخصها having heart disease؟ انا هاخد من المريض 3 معلومات، المعلومه الاولى عمره، المعلومه الثانيه ميل ولا في ميل، المعلومه الثالثه في اوتو ماكس، فليكن مثلا هقيسه بجهاز معين. هلاقي عندي هنا سكور، معناه ايه السكور ده؟ السكور ده بادئ مثلا من هنا من 0 لحد 11، طبعا بيختلف من كل نوموجرام عن التاني. هشوف والله عمر المريض بتاعي كام، لو مثلا عمر المريض 60 هاجي انزل كده اشوف، هلاقي مثلا السكور بتاعه هنا مثلا 7.8، ده يبقى الايج اعطاني 7.8. الجندر هشوف عندي احتمالين يا ميل يا فيميل، لو ميل هيديني مثلا هنا، لو فيميل هيديني هنا. وبعد كده هشوف قيمة الـ VO2 max بتاع العيان، زي مثلا طلعت 48 يبقى هنزل ايه اشوف هنا، طلعت 41 whatever هتطلع كام، بشوف المناضد ليه. فهنا الايدج اعطاني سكور والجندر اعطاني سكور والفي او 2 ماكس اعطاني سكور، هجمعهم، هجمع هذه السكورات مع بعض تمام، وهنزل هشوف تحت هنا التوتال سكور كام. سي لقيت التوتال سكور 15، هشوف التوتال سكور ال 15 ده مناضد للبروبابيلتي بقى بتاعت الايفنت كام. البروبابيلتي بتاع الايفنت غالبا بتكون على لوج سكيل بالشكل ده، بنلاقيها تقريبا من هنا صفر وهنا تكاد تكون واحد، يعني ما بين الصفر والواحد بالشكل ده. هنلاقي هنا 0.01 0.05، هنا يعني probability 1%، هنا 5%، هنا 0.1 اللي هي 10%، 0.2 20%، 0.5 وهكذا. فالنوموجرام عن طريق اني طبعه على ورقه قدامي وشفت الايج والجندر والفي اوتو ماكس علمت عليهم، قدرت اعرف probability كام تمام. حسب بقى الكات اوف بوينت اللي انا بستخدمها هشوف ايه الديسيجن اللي هعمله. يعني مثلا قد يكون والله لو اقل من 0.3 اللي هي بتعادل سكور تقريبا 10 هنعتبره نورمال، لو هي اكتر مثلا من 0.8 هعتبره مثلا ديزيز او عنده هارت ديزيز، وما بين الاثنين دول ما بين مثلا 0.3 اند 0.8 هقول اني هعمل ليه مثلا فيرذر انفستيجيشن، هعمل ليه مثلا ايكوكارديوجرام او وات ايفر. الديسيجن هنا بيزد على الكلينيكال. فهنا انا عملت ايه؟ انا استخدمت الايدج مع الجندر مع الفي او 2 ماكس علشان اقدر اقول ان الشخص ده عنده هارت ديزيز ولا لا. ده مثال هنا تمام؟ انا عندي شخص ميل وعمره 52 والفي او 2 ماكس بتاعته 55. الايدج بتاعه ده اللي هو 52 سنة هيديني 6.6 اللي هو هنا. الميل هيديني 3.1 والفي اوتو ماكس هيديني 1.2، الاجمالي بتاعي 10.1 تمام، 10 9 من 10، ال 10 9 من 10 هنا يعني مقربه من 0.4، يعني احتماليه ان هو عنده هارت ديزيز هي 40%. تمام، احتماليه ان عنده هارت ديزيز 40%. حسب بقى بناء على اللي انا حسبته ده هقول ايه الديسيجن اللي هعمله بعد. النوموجرام ده هو بشكل ما بهذه الطريقه المفروض انها بسيطه، هو بديل لمين؟ بديل لهذه المعادله اللي احنا اتكلمنا عنها، بديل للمعادله دي علشان ما اديش حد المعادله ويقعد يحسبها مثلا على الموبايل بتاعه او كذا ويطلع رقم غلط. هنا النوموجرام ايه اسهل في الوصول ليه. تعالوا نشوف اكزامبل معروض او كان في وان بيبر عملوا ايه. قالوا في البيبر دي احنا هنعمل بريدكشن موديل جميل لايه بقى؟ لماسيف ترانسفيوجن، ماسيف بلاد ترانسفيوجن اوكي في البلاسينتا بريفيا كيسز ديورنج سيزيريان سيكشن. هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا بريدكشن موديل. المريضه اللي هي بلاسينتا بريفيا هياخدوا منها بعض المعلومات
علشان يعملوا بريدكشن او يشوفوا ايه احتماليه ان هذه السيده اللي عندها بلاسينتا بريفيا تحتاج ماسيف ترانسفيوجن. ماسيف ترانسفيوجن هم معرفين انه اكتر من 5 اكياس دم او اكتر من او يساوي 5 وحدات دم. تمام؟ طيب هم عايزين يعني ايه اهميه الكلام ده؟ قد يكون والله انا هعبي البيانات دي للمريضه البلاسينتا بريفيا قبل ما تدخل عمليات، هعمل ليها هجمع منها البيانات دي وبناء عليها اشوف البروبابيليتي كام، وبناء عليها اما اني هبلغ بنك الدم عشان يجهز وحدات دم كفايه، او مثلا هتعامل مثلا اذا كان في بنك دم اقليمي بره المستشفى اللي انا فيه هطلب منه وحدات الدم دي عشان تكون ستاند باي او تكون جاهزه، او مثلا لا انا مش هقدر اتعامل مع المريضه لان الماسك مش هقدر اتعامل مع الماسك بلاد ترانسفيوجن، فهحول المريضه الى مكان اخر او وات ايفر، او هستدعي مثلا حد من جراحين الاوعيه الدمويه يكون ستاند باي حسب البروتوكول اللي عندي في المستشفى. طيب عشان يعملوا الكلام ده عملوا ايه؟ قالوا والله هنعمل لوجيستيك ريجريشن، مالتي فاريبل لوجيستيك ريجريشن. فهنا اعطيني ريسك فاكتورز اهي اللي هي الداتا المختلفه، واعطي هنا اليونيفاريت الاودز ريشيو والكونفيدنس انترفال. يونيفاريت يعني كل فاريبل لوحده، الايدج لوحده، بي في لوحده، ابورشن لوحده الى اخره. واعطانا هنا مالتي فاريت او المالتي فاريبل، اعطاني تو موديلز، موديل اولاني موديل 1 وموديل 2. موديل 1 زي ما احنا شايفين في فاريبلز كتير، ايدج، بريفيا، ابورشن الى اخره. موديل 2 في فاريبلز، عدد فاريبلز اقل، في مثلا الايدج، بريفيا، وفي حاجه اسمها لاكيوني، في عندنا لاك اوف هايبوكو كلير، وانتيريور بلاسنتيشن. حسب يعني معلومات البسيطه عن النساء اعتقد دول بيتعرفوا بالالترا ساوند. تمام؟ وهنا دول بالهيستوري، فانا هشوف هسال المريضه عمرها كام، وهشوف الهيستوري بتاع البريفيا، وهعمل احط البروب بتاع الالترا ساوند، هشوف الثلاث حاجات دول بناء عليها اقدر اعرف البروبابيليتي ان هذه السيده هتحتاج ماسيف بلود ترانسفيوجن ولا لا. لو احنا بصينا على الموديل 1 هنلاقي فيه حاجات مثلا زي الهيموجلوبين والهيماتوكريت. الهيموجلوبين والهيماتوكريت دول ممكن هيحتاجوا مني معمل، ممكن ياخد مني وقت اكتر، او ليتس سي يعني بروسيجر زياده، يعني هعمل هسحب عينه واوديها المعمل، لكن هنا انا هستخدم فقط الالترا ساوند مع الهيستوري. طيب هنا السؤال، مين فيهم افضل، موديل 1 ولا موديل 2، ولا مفيش فرق ما بين الاثنين؟ في الحاله دي عمل روك كيرف زي ما احنا شايفين، ادي روك كيرف لموديل 1 وده لموديل 2. تمام؟ وهنا زي ما احنا عارفين في الروك كيرف سنسيتيفيتي، وهنا ماي 100 100 ماينس سبيسيفيسيتي، ودول التو روك كيرف زي ما احنا شايفين قريبين الى حد كبير من بعض. بعد ما لقي ان التو موديلز الاثنين قريبين من بعض، قال انه هيستخدم ايه؟ اي موديل فيهم؟ هيستخدم طبعا الموديل اللي فيه عدد اقل من البريدكتورز، وبالتالي ده الموديل اللي عندنا. ماسيف ترانسفيوجن هنا اللي هو اكتر من او يساوي 5 اكياس دم او 5 وحدات دم. هنا شكل النوموجرام مختلف لانه عنده برنامج اخر، عنده برنامج الار، لكن عندنا نفس الفكره، ادي الايج، ادي البريفيا، ادي اللاكيني، هايبو ايكويكلير، وانتيريور بلاسنتا. تمام؟ لو احنا ملاحظين دي يس ونو وده يس ونو، اللاكيني عندنا 0 1 2 3. لو انا كنت دكتور نساء كان ممكن افيدكم اكتر عن الموضوع، بس يعني للاسف معلوماتي عن يعني ضعيفه. بس هنا عندنا البريفيا، عندنا لو تقريبا نوعها يعني لو لاينج، مارجنال، بارشال، وتوتال. تمام؟ اعتقد دي ممكن بيشوفها بالسونار برضو. وعندنا هنا الايدج، يسامحوني دكاترة النساء أو اللي فاهمين في النساء لو أنا بقول حاجة مش دقيقة. هنا البوينتس بتاعت سوري هنا البوينتس لا هو مصر هنا البوينتس بتاعت كل واحد منهم. فلو المريضة مثلا عندها 30 سنة هتدينا 20 بوينت، لو البريفيا بتاعتها أو البلاسينتا بريفيا نوعها مارجينال هتدينا مثلا هنا هنيجي نشوف اللاكيني وهكذا.
هنجمعهم عشان يدينا التوتال بوينتس. التوتال بوينتس تتراوح من 0 الى 260، وبعد كده عندنا البروبابيلتي زي ما قلنا بتتراوح من تقريبا 0 هنا لحد هنا 0.88% حسب الكات اوف بوينت بتاعتنا كام. اذا كانت مثلا 0.3 او 0.4 اكتر او اقل، هعرف احتماليه ان هذه السيده هتحتاج ماسيف بلاد ترانسفيوجن، وبالتالي ايه الاكشن حسب البروتوكول اللي عندي في هذه المستشفى. تمام، فدي احد الطرق اللي ممكن نستخدم بيها اللوجيستيك ريجريشن. يعني الكلام ده مبني على اللوجيستيك ريجريشن ومعاه النوموجرام علشان نشخص حاجه معينه او نتوقع حدوث حاجه معينه. تعالوا نجرب التطبيق باستخدام اس بي اس اس وستاتا. هنستخدم الهارت ديزيز داتا اللي اشتغلنا عليها قبل كده في اللوجيستيك ريجريشن. هنشوف الايج والسكس والويت والفي او 2 ماكس اللي هو الماكسيمم اوكسجين ابتيك، وهنشوف تاثيرهم على الهارت ديزيز. هنشوف الاول موضوع البريدكتد فاليو، تمام، والروك كيرف، وبعد كده هنشوف موضوع ازاي نعمل النوموجرام على ستات. تعالوا اول حاجه نشوف الاس بي اس اس. دي الداتا بتاعتنا على الاس بي اس اس، ده الاوتكم بتاعنا اللي هو الهارت ديزيز، تمام، ودي البريدكتورز الفي او 2 ماكس والجندر والويت والايج. هنعمل ازاي اللوجيستيك ريجريشن؟ هنقول انالايز، وبعد كده هنا عندنا ريجريشن باينري لوجيستيك، الاوتكم بتاعنا اللي هو الهارت ديزيز، تمام، وعندي البريدكتورز الايج والويت والهايت والايج والويت والجندر والفي او 2 ماكس. هنيجي عند الجندر ونخليه كاتيجوريكال لان الجندر كاتيجوريكال، وهنقول اوكي، تمام. هنيجي بقى في عشان نشوف البريدكتد فاليوز، هنيجي هنا في سيف ونقول اديني بريدكتد بروبابيلتيز واديني جروب ممبر شيب، بريدكتد بروبابيلتيز وجروب ممبر شيب، واقول له كونتينيو واقول له اوكي. هلاقيه اعطاني هنا اللوجيستيك ريجريشن عادي خالص، الايج والويت والجندر والفي اوتو ماكس. النقطة اللي اتكلمنا عنها اللي هي بتاعة الكلاسيفيكيشن تيبل اللي هي فيها الجروب ممبر شيب، هنا ده الاوبزيرفد نو ويس وده البريدكتد نو ويس، تمام، وبالتالي اعطيني هنا السبيسيفيسيتي والسنسيتيفيتي في العمود الاخير ده باستخدام الكات اوف فاليو اللي هي ايه 0.5. لو جينا نبص على الداتا هنلاقي عندنا دي البريدكتد فاليوز ودي البريدكتد جروب، تمام. لو عملنا كده هنلاقي يس ونو، اللي اقل من 0.5 اعطيله نو، اللي اكتر من 0.5 اعطيله يس بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل موديل تاني، لو رجعنا للاوتبوت بتاعنا هنلاقي ان عندنا الويت طالع نوت سيجنيفيكانت، فانا هعمل موديل تاني واشيل منه الويت، تمام. نعيد نفس اللي احنا عملناه وهنشيل الويت، هنقول اوكي. هنا هنلاقي دي يعني هو ما فرقش كتير، لكن هنلاقي دي عندنا هنا السبيسيفيسيتي والسنسيتيفيتي. ولو رجعنا للداتا بتاعتنا هنلاقي بقى دي بريدكتد 1 وده بريدكتد 2 اللي احنا شفناها. زي ما قلنا مفيش فرق كبير ما بين التو موديلز، لكن ده البريدكتد جروب هنا والبريدكتد تو. لو انا عايز اعمل الروك كيرف اللي احنا اتكلمنا عليه، تمام، هنروح عند انالايز وهنيجي عند كلاسيفاي ونقول روك كيرف. الاوت كوم بتاعي هو بريزنس اوف هارت ديزيز وكان كودد 1، وعندي البريدكتد بروبابيلتي هنا والبريدكتد بروبابيلتي هنا، ده علشان يعرض لي التو موديلز على روك كيرف. وطبعا لو انا عايز احسب الكات اوف بوينت، احسب السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي لكل كات اوف بوينت، ممكن نشوفها مع بعض. هنا زي ما احنا شايفين تقريبا التو موديلز يعني يكاد يكونوا اوفر لابنج، ما فيش فرق كبير بينهم، تمام. وحتى الاريا اندر ذا كيرف از اولموست ذا سيم، لكن طبعا ايه لو احنا هنعمل لو هنبني نوموجرام او هنستخدم موديل، هنستخدم الموديل رقم 2 لان في عدد بريدكتورز اقل. اوكي، فهنا ايه ده كده شفنا على الاس بي اس اس الكيرفز بالشكل ده. ولو عايزين نطلع سنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي هنختارها
يعني تعالوا نشوف، نشيل الموديل 1 نخلي الموديل 2 ونقول له اديني كوردينيت بوينتس واديني كمان نيودن اندكس، هيقول له اوكي. هبص الاقي عندي هنا اعطيني سنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي وقيمه اليودن اندكس. زي ما قلنا في المحاضره بتاعت الروك كيرف بنشوف اعلى قيمه لليودن اندكس فلتكن مثلا دي، يبقى هنا مثلا هنا 5 1 2. خلينا نشوف في حاجه ثانيه، في 5 3 4، في 5 4 7 راحت، 5 هنا ممكن تكون دي اعلى يودن، اعلى بوينت في اليودن اندكس. هنلاقي ان قيمتها 0.267 والسنسيتيفيتي 88.6، 1 ماينس سبيسيفيسيتي 33.8. هنطرح الرقم ده بين 1 عشان نعرف قيمة السبيسيفيسيتي هنا. يبقى دي كده ايه الروك كيرف بيزد على البريدكتد فاليو. تعالوا نشوف مع بعض بقى ازاي نبني النوموجرام على الستيت. ليه الداتا عندي هنا موجودة نفس الداتا، نفس الداتا اهي، الايج والويت والجندر والهارت ديزيز الى اخره. المفروض لو انا ما عملتش نوموجرام قبل كده استخدم اقول فايند ات، فايند ات نومولوج. اوكي، فايند ات نومولوج بيبحث عن الباكج بتاعت النومولوج عشان يعمل لها سيت اب. دي عندنا اللي هي دي، المهم ان دي هي ايه سوفت وير ابديت. نعمل هنا كليك هير فور انستول، كده عمل له انستول تمام. ودي الباكج هنا، لو هي مش معمول لها سيت اب هندوس هنا كليك هير فور انستول تمام. بيقول لي نو فايلز ونو اكشن تيكن لانه بالفعل انستول ده عندي. المهم ان كده ايه بقى عندي الباكج اللي هعمل بيها النومولوج موجوده على ستاك. اول حاجه هعمل اللوجيستيك ريجريشن، هكتب لوجيستيك بعد كده الاوتكم بتاعي اللي هو هارت ديزيز، بدوس دبل كليك بيظهر عندي هنا. وبعد كده عندي الثلاثه او بريدكتورز اللي هستخدمهم اللي هما الايج والجندر والفي اوتو ماكس، وهاجي قبل الجندر هكتب اي دوت علشان ده ايه كاتيجوري تمام. لما اعمل انتر يديني اللوجيستيك ريجريشن موديل. اوكي، اعطيني هنا الاودز ريشيو والكونفيدنس انترفال اوف ذا اودز ريشيو، دي الاودز ريشيو للايج، ودي للميل فيرسس فيميل، ودي الفي اوتو ماكس، وكلهم طالعين سيجنيفيكانت زي احنا زي ما احنا شايفين. وفي الاخر تحت الكونستنت طالع معانا. لو انا كتبت نومو لوج، نومو لوج بس كده ودوست انتر، هو بيعمل بيبني ليا دلوقتي الايه النوموجرام. هو بقى بيحسب حساباته بيعمل كل حاجه وبيبني هذا النوموجرام تمام. معلش هو بيبذل مجهود شويه. ده النوموجرام اللي اتعمل. في عندنا الايدج اهو، والجندر اهو، والفي اوتو ماكس اهو، ودي البروبابيليتي بيزد على، يعني احنا نحسب السكور هنا لكل واحد وبعد كده نجمعه ونشوف التوتال سكور والبروبابيليتيز اللي بتناظروا كام. اوكي، هو رتبهم ايدج جندر في اوتو ماكس حسب الترتيب من تحت لفوق. لو احنا عايزين نعكسها او نغير في ترتيب الفاريبلز ممكن نغير في ترتيبها منين؟ حسب ترتيبها في الموديل. طيب لو احنا اخترنا اللي هو دي بي نومولوج، دي بي نومولوج هيعمل ايه؟ هيديني شويه اوبشنز كتيره، يعني هو فتح لي هنا الاوبشنز. الاوبشنز دي اقدر اتحكم فيها ايه؟ يعني طبعا مش هنقدر نشرح كل الاوبشنز، لكن هي اللي اقدر اتحكم فيها. مثلا هنا التايتل، لو انا عايز اغير التايتل مثلا ممكن السايز اكبر، يعني هنا مثلا باي ديفولت 2.2 بتاع الفاريبل نيم ممكن اغيره، ممكن اكبره. الماكسيمم نمبر اوف كاركترز، عدد الحروف اللي يتعرض الى اخره بالشكل ده. هنا الفاريبلز رينج اند ديسيمالز، يعني على سبيل المثال انا عندي مثلا الايج، انا ممكن اقول له والله ابدا لي الايج، طبعا
سي مثلا ب 30 وانتهي عند 50، وخلي المسافات عند كل خمسة. اوكي، ده ممكن يديلي شكل ألطف شوية على النوموجرام من الأرقام العشرية اللي طالعة عندنا. ناخد بالنا بس من نقطة، إن يعني وإحنا بنقسم ما نبعدش عن المينيموم والماكسيموم اللي موجودين كتير، يعني يكون أراوند المينيموم والماكسيموم عشان ما يحصلش اكسترابوليشن، يبقى شكل يبقى الاستيميتس بتاعتنا غلط. هنا برضو البروبابيليتي فاليوز اللي هي موجودة عندنا في الصف اللي تحت، هنا هو دي باي ديفولت حاطط من 0.001 لحد 0.999. احيانا بيبقى الارقام قريبه قوي من بعض فممكن تبقى ديستربنج شويه، فانا ممكن اقول والله شيل احذف لي مثلا الرقم ده، انا مش عايز ده فبشيله مثلا. زي مثلا يعني انا بشيل وبغير في الحجم مثلا، وبعمل بحيث ان في الاخر الشكل يكون يوزر فريندلي ويكون ايه سهل. لو انا قلت اوكي مثلا كده، تمام، هلاقي هنا الايدج زي ما احنا شايفين اتغير من بقى 30 مثلا 35 40 45 50. طبعا هو الايدج الرينج بتاعه المفروض يوصل لحد 70 او 74، فاحنا ممكن نغيره نخليه من 30 لحد 75 ونخليه حسب الشكل. هنروح للدي بي نومولوج مرة تانية، هنيجي عند الايدج نخليه يوصل 75 بالشكل ده ونقول اوكي. هلاقيه بالشكل ده كده. احنا كنا مسحنا اللي هو 0.95 كان مكانها هنا مسحناها. طبعا ممكن اعمل يعني اللي بقى خبير او اشتغل كتير على الستاتا يقدر يعرف، ممكن نيجي نعمل هنا كليك يمين واقول ستارت جراف اديتور، ممكن من هنا مثلا اغير احذف مثلا ده لو انا عايز احذفه مثلا، او اغير مكانه او وات ايفر، او اغير الكلام. يعني في حاجات كتيره ممكن اقدر اتحكم فيها بحيث ان شكل النوموجرام يكون كويس. أتمنى أكون أفدتكم، إن شاء الله نلتقي مع فيديو قادم بإذن الله تعالى، شكرا لكم جميعا.